مساء الخير على حضراتكم، أهلا بيكم معانا حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022. الله عليك يا مصر وانتي منورة بالنصر، الله عليك يا مصر والفرحة فيكي معطرة. كلمات حسيت ان انا بغنيها لا شعورياً وأنا بسمع أخبار مؤتمر المناخ. بدأت الجلسات المحور الرئاسي لكوب 27 النهاردة، والحقيقة أنه حسيت أنه شعوري ما خزلنيش، وفعلاً فرحتي بأن العالم كله يسلط أضواءه على مصر وعلى شرم الشيخ بالتحديد فرحة ربما لا تقل عن فرحة انتصارنا في أكتوبر 73. الحقيقة أنه كان لابد أن يعقب نصر أكتوبر 73 مجموعة من الانتصارات، عايز أقول إيه، الانتصارات التنموية، انتصارات حقيقية يشعر بها المواطن. لو شفنا واسترجعنا وقرينا اللي كان بيعانيه المواطن المصري من 67 لتلاتة وسبعين وما بعد 73، كانت حالة من ربما الفقر المدقع والاحتياج الشديد، لكن كان يصحبها حالة من السعادة لأنه كان بيشعر أنه بيقدم الوجبة الزيادة دي اللي هو ما كلهاش كويس للبلد، والفرخة اللي هو مش قادر يجيبها لعياله رايحة للعساكر على الجبهة، والعيش اللي بياخده بالقليل والسكر بالقليل والزيت بالقليل، كل ده لخدمة انتصار عظيم بتحققه مصر. وكان لابد أن يعقب هذا الانتصار وهذه الفرحة استثمار لهذه الوحدة. تعرفين أنه لم يضبط بلاغ سرقة واحد يوم 6 أكتوبر 73. هذه الحالة كان لابد أن تستثمر للالتفاف حول إعادة بناء الوطن وحول إعادة بناء اقتصاد هذه الدولة. لكن حصل اللي حصل، النهاردة بنشعر بنفس الفرحة، وبنشعر بأنه وجود 120 زعيم، ملك، رئيس وزراء، رئيس، أمير، رئيس بعثة مهم في مصر، 120 من دول العالم، وأيضا وفود أخرى مش ممثلة بشخصيات رفيعة المستوى. الجلسة النهاردة تفرح. طيب كلمة السيسي بقى بصراحة كده شيء بجد عظيم، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم والقادة العالم أن يوقفوا حرب أوكرانيا وما أعقبها من تصفيق حاد، وما أعقبها من ترحيب على لسان نائب الرئيس الروسي وأمير دولة الإمارات العربية وأمير المملكة العربية السعودية ولي العهد، افتتاح السيد الرئيس واسمه الأمير محمد بن سلمان أمير ولي عهد المملكة العربية السعودية قمة الشرق الأوسط الأخضر. إنجازات حقيقي حقيقي فعلا تطاول انتصار أكتوبر 73. وإذا كان انتصار أكتوبر 73 كان للعزة وللكرامة والحفاظ على تراب هذا الوطن، فإنجاز كوب 27 من أجل أن يحيا أهل هذا الوطن فوق تراب هذا الوطن بعزة وكرامة وحياة أفضل. النهاردة حضرتك لو كان عندك بطاقة تموين ومسموح لك بس ان انت تصرف فرق العيش، هتروح تلاقي انه الزيت والسكر والرز ابتداء من هذا الشهر اصبحوا قاصرين على اصحاب البطاقات التموينيه. ربما ده يتعب ناس معاها فرق العيش ومش قادره تاخد بطاقه تموين لسبب او لاخر، لكن اكيد الانسان اللي بيحب البلد هيقول لك لا صح، طالما البلد مدت 6 شهور كمان لل إعانة أو للمساعدة الزائدة في المواد التموينية، فيبقى من حق صاحب البطاقة أنه هو ياخد وأنا ماخدش، وكفاية قوي
ان انا باخد العيش رخيص. الحقيقه انه كوب 27 بملامحه رئيس الاتحاد الافريقي وهو بيعبر عن انه 100 مليار مش كفايه اللي اتمضى عليها في اتفاق باريس، وانه نحتاج ربما ل 300 مليار على 2030 علشان نزيل اثار تغيرات المناخ ونرفع من اقتصاد الدول الأفريقية بالذات ونعمل شيء من التنمية علشان يعيشوا وما عليهمش تأثيرات كبيرة من التغيرات المناخية. رئيس البنك الدولي أو عفواً المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستينا جورجيفا اللي قالت امبارح إنه مصر مشيت في الاتجاه الصحيح وإنها اختارت الطريق السليم بأن تطلب قرض من الصندوق لتحافظ على عملتها، وأنها نقلت مصر نقلة كبيرة في حزم الحماية الاجتماعية وفي الحفاظ على الاستثمار في البنية التحتية. الحقيقة يعني تصريحات يمكن حضراتكم شفتوا حلقة امبارح وشفتوا المداخلة وشفتوا التصريحات اللي تمثل 100% عكس الكلام اللي قاله قبل كده مدير الصندوق، واللي قال ان دي اخر مره ومش هندي مصر فلوس تاني وان تاني اكبر دوله مقترضه ومديونه بعد الارجنتين، وان لازم ترفع سقف الحمايه الاجتماعيه ولازم تبص للبنيه التحتيه اكتر ولازم. واحنا قلنا راينا في هذه التصريحات هنا في المكان ده وجبنا اكتر من خبير وكلهم انتقدوا وقالوا ان دي تصريحات مسيسه. هل بيعتذروا؟ هل بيعودوا؟ انتوا عارفين البنك الدولي والصندوق النقد الدولي يعني تقريبا حاجه واحده. هل بيعودوا ليخطبوا ود مصر هذه الدولة الكبيرة التي استطاعت أن تقدم هدية للإنسانية بمؤتمر كوب 27 وأيضا بمبادرة وقف الحرب الأوكرانية أو على أرض أوكرانيا؟ واللي قال الرئيس السيسي لو سمحتوا لي أطلب منكم بالنيابة عن نفسي أو بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم جميعا أن نشارك كلنا. دي مبادرة في محلل سياسي مهم اسمه رعد لبناني قال أنه سوري جمال حماد اللي قال كده، جمال حماد المحلل السياسي اللبناني قال أن هذه المبادرة هي هدية للعالم وأن مصر هي الجديرة كرائدة في حل المشكلات بعد ما تعاملت مع مشكلة كورونا وبعد ما تعاملت مع أزمة الحرب الأوكرانية وبعد ما قدرت تزيد من مسطحاتها الخضراء. مصر هي الجديرة بأن تطالب العالم بأن يوقف حرب أوكرانيا، والرئيس عبد الفتاح السيسي لا يبحث عن دور لكنه يضع نفسه على استعداد لأن يكون وسيطا في هذه المحادثات لتنتهي الحرب بهذه السرعة. الله عليك يا مصر، وانت جايبه العالم كله عندك وان شاء الله المستقبل كله بين ايديكي، مشاريع تنمويه رهيبه وفي غابه شجريه كان بيتكلم عنها النهارده. هيكون معانا الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعه للتغيرات المناخيه، هنكلمه برضو عن الغابه الشجريه اللي موجوده ناحيه اسوان ب 1068 فدان فيها حوالي 648 فدان جوجوبا. جوجوبا ده بيتعمل منه زيت الطائرات وبيتعمل منه مواد غالية جدا للجسم وللبشرة وللشعر ولتنمية الحفاظ على الجسم، والحاجات دي طبعا ليها طلب رهيب في العالم كله. تعالوا نخش في حلقتنا ونستقبل هذه الحلقة وهذا اليوم بفخر شديد وبأمل جديد أن تكون مصر كل يوم على صدارة القائمة اللي العالم كله بيبص عليه. اول حاجه طبعا انطلاق فعاليات الشق الرئاسي في اليوم الثاني لقمه المناخ كوب 27 بشرم الشيخ. هذه الفعاليات انطلقت النهارده من اعمال الدوره ال 27 لمؤتمر الاطراف لاتفاقيه الامم المتحده بشان المناخ كوب 27 بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة واسعة من وفود أكثر من 190 دولة وممثلي عدد ضخم من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
أنا بيشرفني يكون معايا في بداية الحلقة عبر تقنية زوم من شرم الشيخ السيدة حنان فكري، مساعد رئيس تحرير جريدة وطني ورئيس قسم البيئة. مساء الخير يا أستاذة حنان. مساء النور، إزاي حضرتك؟ أهلا بيكي. ويعني إحنا وإحنا في القاهرة شاعرين بمنتهى الفخر لهذا المؤتمر ومبادرات مصر القوية لوقف حرب أوكرانيا والكلمة القوية اللي قالها الرئيس. يعني يا ريت بداية كده تكلميني عن إحساسك بالأجواء اللي حواليكي، بعد كده تفصيلا بقى هاخد منك يعني حاجات عن لقاءات الرئيس الهامة على هامش المحور الرئاسي اللي بدأ النهاردة. هو الأجواء هنا طبعا يعني تشبه الأجواء، أو مش تشبهها، هي مماثلة جدا لأجواء الأسبوع رفيع المستوى في دورات الأمم المتحدة في نيويورك. هي الأمم المتحدة برضو هي اللي ماسكة التنظيم كله للمؤتمر، نفس الطريقة ونفس أسلوب القاعات ونفس التنسيق كل حاجة. لكن الحقيقة طبعا لما جيت امبارح كان الافتتاح الإجرائي، كان اليوم الإجرائي لافتتاح مؤتمر الأطراف، وكان برئاسة سامح شكري الرئيس المعين للرئاسة المصرية لقمة المناخ للمؤتمر، يعني الدورة 27. الحقيقة يعني امبارح كان يوم حلو رغم الإجهاد الشديد جدا على كل الناس، لأن جهد رهيب من مكان لمكان ومن قاعة لقاعة، إلا إن كل الناس حاسة قد إيه إن بلدنا فيها تنظيم جيد جدا. يعني أنا فرحت جدا لما دخلت ولقيت كل الأمن اللي واقف على البوابات وكل الناس اللي واقفين على البوابات الإلكترونية للدخول وللخروج، والشباب المتطوعين اللي بيرشدوا الناس يروحوا فين ويعملوا إيه كلهم مصريين. يعني كنت صورة أن الفوج اللي جاي من الأمم المتحدة للتنظيم هيبقى أعداد ضخمة، الحقيقة لقيت العكس، أن الأعداد الضخمة هي من المصريين، والأعداد اللي جاية من المنظمة الأمم المتحدة. احنا عرفنا ان في حوالي 2000 شاب وشابة متطوعين من خيرة شباب مصر الحقيقة، وحيقعدوا شهر كامل قبل وأثناء وبعد المؤتمر. من فضلك كلميني عن أهم اللقاءات اللي أجراها سيادة الرئيس على الهامش النهاردة. عين برا، احنا طبعا لا محدش حضر اللقاءات دي من الصحفيين، حتى رؤساء تحرير الصحف معظمهم حضروش، وإحنا طبعاً معزولين جوه لأن مفيش البث المباشر، بيبقى كذا قناة ما تقدرش أنت تعرف كل حاجة، وجاي طبعاً معظم اللقاءات المفاوضات بتاعتها يعني ما حدش بيحضرها، ومش بتعلن إلا الأخبار المعلنة دلوقتي علشان بكرة في حاجات تانية. لكن خليني بس عايزة أقول لك حاجة، أن الألفين اللي أنت كنت بتتكلم عنهم دول موجودين في حتة اسمها المنطقة الخضراء اللي هي مخصصة للمجتمع غير الرسمي، الوفود غير الرسمي اللي جاية مع من الدول، المنطقة الزرقاء اللي هي المنطقة المخصصة للوفود الدبلوماسية، مش بس الأمم المتحدة، الوفود الرسمية لا اللي بتشرف عليها الأمم المتحدة، المنطقة الزرقاء دي المفروض تنظمها. تمام. التنظيم فيها في المنطقتين كان جيد جدا جدا، وفي حاجات بقى لأول مرة بتحصل في مصر، وده اللي نفسي أقوله الحقيقة. يعني أنا مثلا أشوف أني أنا بحضر الأمم المتحدة كل سنة، ما بلقاش مثلا أجهزة المية الساقع والسخن موجودة مجانا، فأنا لقيت هنا المية متاحة، أنت عارف شرم الشيخ طبعا الناس بتشتري المية، متاحة داخل المؤتمر في كل مكان، الأوتوبيسات مجانا ومكيفة، التعامل راقي جدا جدا، يعني كل شيء منظم وحلو، حتى لو في سلبيات تبقى حاجات خفيفة يعني فردية، لكن المجمل حاجة تشرف وتفرح. طيب. بالنسبة لجزء الدبلوماسي أو الرئاسي طبعا طبعا، يعني إن مش هنقدر نقول إن غير إن فعلا مصر بتقوم بدور ريادي، لأن دور مصر في القمة دي تحديدا هو بتقود الدول
بتدفع في اتجاه انها توفق وجهات النظر بين الدول الصناعيه الكبرى والدول الناميه والاقل نموا لتوفير تمويل المناخ. وده طب خليني اسالك على حاجه اخيره يا حنان، احساسك ايه؟ معروف لما بنروح دول التلوث فيها قليل بتبصي على المنظر الطبيعي، تلقطي صوره بالتليفون تلاقي الالوان زاهيه والجو صافي كده والسحاب نقي، احساسك ايه بشرم الشيخ الخضراء؟ يمكن لاول مره احنا كمصريين نروح واتوبيسات واماكن العامه والنقل وكل ما فيش مكنه بتطلع دخانه سودة. لا هو طبعا جو شرم الشيخ نقي جدا، بس هي خضراء مش بمعنى ان هي في خضار كتير، لان هنا الجو في صحراوي يعني. لا لكن احنا بنتكلم على انها صديقه للبيئه، علشان بس الناس تبقى عارفة كل معنى بيتقال. خضراء اللي هي بمعنى نظيفة من أي ملوثات، يعني ده دليل عن البيئة. شرم الشيخ نظيفة جدا جدا، وهواها جيد جدا جدا وصحي جدا جدا، وطبعا واضح جدا ما فيش عوادم وما فيش أي ملوثات وما فيش أدخنة، يعني الجو واضح وإحنا ماشيين إن هي مدينة صديقة للبيئة زي ما أعلنت قبل شهور أثناء إعلان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمبعوث الوزاري لقمة المناخ، أثناء إعلانها الحوار الوطني من شرم الشيخ أعلنت المدينة صديقة للبيئة من كذا شهر. شكرا جزيلا حنان فكري، مساعد رئيس تحرير جريدة وطني ورئيس قسم البيئة بالجريدة، كانت معنا عبر تقنية زوم من مؤتمر شرم الشيخ لمكافحة التغير المناخي. نروح بقى للشق السياسي اللي كنت بسأل فيه أستاذة حنان، لكن واضح إن هم بيوصلهم بس البيانات الصحفية. النهاردة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية على هامش مؤتمر قمة المناخ COP27، استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك اللي كان بيقول إن هو مش هيجي لكن جه، واستقبل جورجيا ميلوني رئيس وزراء إيطاليا الجديدة. رحب الرئيس بزيارتها ومشاركتها في أعمال قمة المناخ، وجدد التهنئة على توليها مهام منصبها، برضو زي ما جدد التهنئة على تولي ريتشي سوناك مهام منصبه، وأعرب كمان عن تقديره للعلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا. ورئيس الوزراء الإيطالية ميلوني أكدت حرص بلادها المتبادل على توثيق أواصر التعاون الثنائي مع مصر، ما يفتح الأفاق للبناء ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. تعالوا نشوف جزء من هذا الاستقبال ونرجع مع حضراتكم. على هامش قمة المناخ COP27 المنعقدة في شرم الشيخ، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية ومشاركتها في أعمال قمة المناخ. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناول اللقاء مجمل العلاقات المصرية الفرنسية وسبل دعم مخرجات قمة المناخ. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي أطلقتها المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد كبير من الدول، بعدما طرح على سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ وكأحد فعالياتها، لأنها ستعد فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة التي أتى إطلاقها منذ نحو عام من اليوم ليعالج أحد الجوانب الضرورية في عمل المناخ في العالم العربي وفي منطقة الشرق الأوسط، والتي تعاني أكثر من غيرها من الآثار السلبية لتغير المناخ
على جودة الأراضي الزراعية وخصوبة التربة، فضلاً عن الارتفاع المضطرد في درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف. نيجي بقى لجزء مهم جدا من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في كلمة تاريخية أمام قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ. حرص الرئيس السيسي على توجيه رسائل عالمية مهمة أبرزها الدعوة لوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا والأمر اللي قوبل برد فعل إيجابي واسع وتصفيق حار من الحضور. وفي نهاية الكلمة بالمؤتمر قرر الرئيس توجيه هذه الرسالة للعالم قائلا: اللي شجعني أتكلم في موضوع تاني هو الحضور الكريم من قادة العالم لهذا المؤتمر. أكبر حجم من القادة والملوك والرؤساء والحكماء موجودين الآن لمناقشة مشكلة كبيرة جدا تقابلنا وستقابلنا، وهي ظاهرة التغير المناخي. تعالوا نشوف الجزء المهم ده من كلمة السيد الرئيس النهاردة ونرجع مع حضراتكم. والفخامة والسمو، إنما يحتاجه عالمنا اليوم لتجاوز أزمة المناخ الراهنة وللوصول إلى ما توافقنا عليه كأهداف في اتفاق باريس يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات، إن ما تنتظره منا شعوبنا اليوم هو التنفيذ السريع والفعال والعادل. تتوقع منا شعوبنا خطوات حقيقية وملموسة نحو خفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف مع تبعات تغير المناخ وتوفير التمويل اللازم للدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة. من هذا المنطلق فلقد حرصنا على تسمية هذه القمة قمة التنفيذ، وهو الهدف الذي يجب أن تتمحور حوله كافة جهودنا ومساعينا. وعلى الرغم من كافة التحديات التي واجهناها خلال الفترة الماضية ولا نزال نواجهها، فضلاً عن جميع العوامل التي أعلم أنها تلقي بظلال من الشك وعدم اليقين إزاء قدرتنا على الوصول إلى أهداف اتفاق باريس وحماية كوكبنا من مستقبل يصل فيه ارتفاع درجات الحرارة إلى درجتين ونصف بل 3 درجات مئوية. على الرغم من ذلك كله فإن هناك شواهد وعوامل أخرى تدعونا إلى التمسك بالأمل في قدرة البشرية على صنع مستقبل أفضل لأجيال قادمة لا يجب عليها أن تتحمل نتائج أخطاء لم ترتكبها. وفي شعوب باتت أكثر وعياً ودراية بحجم التحدي ومتطلبات مواجهته وبالثمن الباهظ للتقاعس أو التراجع. والأمل أيضاً في حكومات تعلم ما يتعين عليها القيام به. أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية. خلينا نروح لأنطونيو جواتريش الأمين العام للأمم المتحدة اللي بيحذر النهاردة العالم من الجحيم المناخي بحسب تعبيره بعد ما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الضيافة والتنظيم الذي وصفه بالرائع لمؤتمر المناخ كوب 27 مدينة شرم الشيخ، وحذر من الاقتراب من نقطة اللا عودة وقال نتجه نحو الجحيم المناخي ودعا لتسريع الانتقال للاقتصاد الأخضر وتضافر الجهود بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة في هذا الشأن.
تعالوا نشوف جزء من كلمة أنطونيو غوتريش ونرجع نكمل أخبارنا مع حضراتكم. President al-Sisi, thank you very much for this شكراً جزيلاً على الضيافة الحارة وعلى هذا التنظيم الرائع لمؤتمرنا. مؤتمر الأطراف 27. السيد شكري أصحاب السعادة أيها الأصدقاء الأعزاء، في بدء بعد أيام إن كوكبنا الأرض سيقطع سقفاً 8 مليون شخص سيخلقون. يولد المولود 8 مليار بعد أيام، وهذا الطفل ورقمه 8 مليار أو يأتي في المليار الثامن سيسألنا ماذا تركتم لنا في هذا العمل. إن مؤتمر الأطراف حول المناخ وتذكير بأن الجواب هو بين أيدينا والوقت يمر بسرعة. نحن نناضل من أجل حياتنا ونحن نخسر. إن انبعاثات غازات الدفيئة ترتفع باستمرار، درجة الحرارة ترتفع، وأن كوكبنا يصل إلى ذروات تؤدي إلى فوضى مناخية لا رجوع عنها. نحن نتجه نحو الجحيم المناخي، والحرب في أوكرانيا ونزاعات أخرى كلها تسببت بزرف الدماء وبآثار سلبية عبر العالم، ولكن نحن لا نستطيع، نعم لا نستطيع أن نقبل بألا نركز اهتمامنا على تغير المناخ. طبعا يجب أن نعمل معا لندعم جهود السلام ولكي نضع حدا للمعاناة، ولكن تغير المناخ موجود على مستوى أكبر وهو التحدي المحوري في قرنا هذا. في الواقع من غير المقبول ومن الصارخ ومن المدمر أن نضع ذلك في آخر أولوياتنا، بل فعل العديد من النزاعات اليوم مرتبطة بتزايد الفوضى المناخية. الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مساء الخير يا فندم. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ أيمن. أولا رأيك في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، وهل بتحس أن هو بقاله يعني فترة كده بيستخدم كلمات فيها شيء من يعني مش عايز اقول الرعب، لكن يعني التشاؤم. بيوصل نعم من التشاؤم. بالظبط كده، دي كلمه يعني مناسبه. اتفضل. يعني الحقيقه دي كان واتكلم حتى في يعني حتى في المؤتمر القمه العربي. ايوه. حملت كلماته برضه بعض التشاؤم. يعني الحقيقه احنا بنقول انا شخصيا سميت المرحله انها مرحله بئس المصير. يعني احنا كنا من 2010 إلى 2020 أنا كنت بسميها مرحلة عذاب النار. من 2020 دخلنا في مرحلة بئس المصير. الله، ده مش هو بس اللي متشائم يعني. فلا هو يعني الحقيقة أي قارئ للأمر بشكل عام وبشكل دقيق هيجد إن إحنا دخلنا الآن أصبحنا في مرحلة بئس المصير. فلذلك كانت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، وكل المدقق في الأمور والمتابع الآن بيشوف إن الأمور لأنها سيئة، لأنها إحنا داخلين خلال السنوات القليلة القادمة. يعني التقديرات كلها بتقول إنه الحرب في أوكرانيا ستمتد ويعني تلتهم أوروبا، ثم يحدث في تقديري أنا الشخصي يعني إن ثم يحدث حادث، سواء تنطلق شرارة سواء في بحر الصين الجنوبي أو في المنطقة العربية تحديدا، لأنها منطقة رخوة، فإذا انطلقت شرارة من هنا أو من هناك أعتقد إن الحرب العالمية، خصوصا إن انفعالات القادة دلوقتي أصبحت يعني صعبة جدا، والحصار المتبادل والهجوم المتبادل حتى الصعباء النفسية أصبح صعب جدا. طيب خليني أسألك عن رأيك في الكلمة اللي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي جزء مهم منها
مرتبط باللي حضرتك بتقوله، وهو دعوة قادة العالم لإيقاف الخراب والدمار والقتل اللي سببته حرب أوكرانيا. طبعا هي كلمة جت يعني كلمة معبرة عن الواقع الحالي، ومعبرة عن النفوس الراغبة والداعية إلى السلام والهدوء والاستقرار. لأن أي حرب قادمة زي ما سيادتك عارف والسادة المشاهدين إنها لن تبقي ولا تنتظر يعني. الأمور هيبقى، إحنا شفنا تكلفة الحروب في السابق، سواء الحروب الإقليمية أو الحروب العالمية، مثلا زي الحرب العالمية الأولى والثانية. الحرب العالمية الثانية ضاع فيها 60 مليون بني آدم، ويعني تم تدمير دول كاملة وإعادة، يعني العالم أنفق من الدم ومن الأموال ومن الخيرات والموارد الاقتصادية ما كان يكفي لإسعاد العالم كله. طيب خليني أسألك أستاذ أيمن أخيرا عن العائد الاقتصادي المتوقع لمصر من كوب 27، وأكيد ده بيعرج على اللقاءات الثنائية اللي حصلت النهاردة بين السيد الرئيس وبين أكتر من شخصية، رئيسة وزراء إيطاليا، رئيس وزراء بريطانيا، أمير الإمارات، ولي العهد السعودي، يعني عدد كبير الحقيقة من اللقاءات على هامش كوب 27 لا تخلو من المحادثات الخاصة بالعلاقات الثنائية ما بين كل طرف ومصر لوحده يعني على حد. شوفوا أنا في تقديري أنه العائد مهم جدا. أولا العائد الدعائي هيعود على مصر كسياحة بشكل كبير جدا. الحاجة المهمة جدا أنه بالتأكيد السيد الرئيس في لقاءاته مع القادة أو مع الفاعلين اقتصاديا وسياسيا في كثير من الدول بينصب على الأمر الجانب الاقتصادي. احنا دولة مأزومة اقتصاديا ومحتاجين نخرج من العنق الزجاجة، وعندنا مشروعات كثيرة جدا تم انفاق مليارات فيها، يعني جعلت مصر بمثابة مركز ترانزيت عالمي ومحطة لوجستية عالمية. ومع التغيرات اللي بتحصل في العالم اعتقد ان مصر لابد ان تستفيد، لانه هتبقى المعبر الوحيد بين أوروبا والشرق والغرب والقارة الأفريقية بما فيها من مواد. فبالتالي الاستفادات الاقتصادية أنا في تقديري أنها تكون يعني جيدة وعلى مستوى كويس، لأن احتياج العالم لمركز ترانزيت ومركز لوجستي الآن، وخصوصا إذا صدقت التوقعات وتوسعت الحرب، أعتقد هتبقى الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والبنية الأساسية سواء مواني أو طرق أو مشروعات أساسية، مشروعات البنية الأساسية، أعتقد أن ده هتوفر القاعدة الآمنة لكل المستثمرين. وإحنا شفنا الحقيقة في استثمارات كثيرة بدأت تفد على مصر خلال الشهور الأخيرة الماضية يعني، وبدأ في يعني الشركات كبيرة تيجي مصر توطن صناعتها فيها علشان تستفيد من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، إنها تطلع من مصر هيبقى منتج مصري وتوزع في الدول الأفريقية زيرو جمارك. فبالتالي الاستفادات أعتقد إنها تبقى قوية في الفترة القادمة إن شاء الله. جزيل الشكر أستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، وأروح مع حضراتكم لمشاهدة السيد الرئيس وقادة العالم بشرم الشيخ في الجلسة الأولى للشق الرئاسي لقمة مكافحة التغيرات المناخية كوب 27. طبعا القمة دي عشان تبقوا عارفين بينظمها دولة زائد الأمم المتحدة، يعني الإمارات هتنظم كوب 28 السنة الجاية. فالنهاردة القادة والزعماء شاهدوا عرض فيلم تسجيلي عن التغير المناخي. الفيلم بيشارك فيه الفنان أحمد أمين، بيتحدث عن تأثيرات التغير المناخي وبيرصد الأضرار الكبيرة اللي بتشهدها عديد من المناطق حول العالم بسبب تغيرات المناخ. تعالوا نشوف جزء من الفيلم ونرجع ناخد تليفون مهم عن نفس الموضوع.
في عام واحد كوارث طبيعية لا حصر لها. The number of weather-related disasters has increased fivefold. Hundreds of thousands of people across five provinces have been left without power. Today's IPCC report. I am confusion, shock, disillusionment, unexpected, sudden and devastating. I am overcome, speechless. I am the bitter truth. This is a story of an industry in action. Where did we go wrong? As any human being, when I get ill somewhere in my body, say my back, it echoes somewhere else. That's because all the organs of our body are interconnected. Much like the human body, our planet is a dynamic system made of several components such as air, water, land, glaciers, vegetation, animals, marine life, and humans. Their interaction is what makes our planet the perfect home for us. Any disruption to this delicate equilibrium threatens life on Earth. Not just for us, the lives of all our other neighbors with whom we share this home. Our home of over 4.5 billion years is covered by an atmosphere, a roof that keeps us warm and protects us from overheating. Fossil fuels and gas emissions get trapped under our roof, causing an increase in temperature. In other words, global warming, which is behind the extreme weather events that are increasing in both number and size. Winters are colder, summers are hotter, but you see, Earth always adapts to restore its balance. Earth will move on, but without us. I am anger, hostile and enraged. Look at them. These are your most vulnerable. I am the wrath. Eh ben, il y a eu une tempête. C'était une catastrophe. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu des amis. Ma femme est traumatisée, moi je suis traumatisé, ma petite aussi. Did the latest headlines distract you from thinking about what has happened to them? After you switch the channel? I look like terror and destruction. صاحي البيوت طبعا اتأثرت بالمياه، يعني مجرد ما خشت الموية البيوت استسلمت ووقعت. لا 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 أنا حكايات شهريا أنا تعرفها ثلاثة شهور، أنا ما دخلت ألاقي لي شحمة. افتكر اول مره زرت امريكا كانوا بيقولوا لي انتوا بتكافحوا الفقر واحنا بنكافح الطبيعه، وكانوا بيتكلموا على شويه التلج اللي بيكسحوها عشان يخرجوا العربيه، يعني كانت لسه بقى الامور ما تطورتش، الحرائق الغابات والزلازل والفيضانات اللي حصلت في العالم واللي شفنا جزء منها على يد الوجه المشرف لمصر احمد امين، فنان حقيقه عظيم. دكتور كمال الدسوقي عضو مجلس اداره الصناعات المصريه، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك في كل مكان. دكتور كمال، يعني إلى أي حد بتشوف أنه ممكن قمة المناخ تفتح أفاق للشركات العالمية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وأنه ده ممكن يفيدنا إحنا كمصر بنسبة شكلها إيه؟ هو طبعاً يعني قبل ما أتكلم على الفرص، الحقيقة أنا بس عايز أقول أن تنظيم هذا المعرض في جمهورية مصر العربية وقدرة مصر على تنظيم مؤتمر بهذا الحجم وهذا الشكل ده إنجاز كبير جدا، بيدي مجموعة من الإشارات القوية جدا لكل دول العالم إن مصر دولة قوية قادرة على إن هي مش بس تنظم المؤتمر، لكن قادرة على إن هي تساهم وتشارك بقوة في حماية الكرة الأرضية والمحافظة على المناخ وتقليل الانبعاثات ووجودها بشكل قوي في الاقتصاد الأخضر. دي مجموعة من الإشارات قوية جدا لازم نخلي بالنا منها. كمان مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، اللي كل جنسيات العالم موجودة فيها دون النظر لشكلها أو دينها أو قوميتها أو عرقيتها، كل بينساب وينصهر في بطاقة إنسانية واحدة. تمام. دي إشارات مهمة وقوية جدا. طبعا مصر قادرة، رغم أن مصر يعني بالنسبة للانبعاثات أو مساهمتها في
نسبة التلوث العالمي تقل عن 1%. أيوة. لكن مصر بتقول إنها دولة حاضرة بقوة، لأن العالم كله بقى قرية واحدة، واللي ممكن يحصل في الغابات في البرازيل أو في الغابات الاستوائية ممكن يأثر على مصر، واللي يحصل في مصر ممكن يأثر تمام. على أمريكا، وبالتالي لابد إن احنا العالم كله يتجه لأن هو يحافظ على هذا الكوكب الذي نعيش عليه جميعا، وما فيش حد هينجو إذا ما خدناش قرارات إلا لو كلنا معا. دكتور كمال، حضرتك ذكرت أن اتحاد الصناعات المصرية بيشارك بأكبر مساحة في قمة المناخ في شرم الشيخ، عايز أعرف المنطقة يعني عايز أقول النشاط اللي هو على الهامش بقى بتاع اللقاءات السياسية، المساحات والمعروضات اللي ممكن يشارك بيه اتحاد الصناعات في هذا المؤتمر، ولو في عائد اقتصادي من هذا العرض أرجو أن حضرتك توضحه لنا. طبعا هو في منطقتين، في منطقة بيسموها البلوزون أو المنطقة الزرقاء. أيوة. وفي منطقة تانية اسمها المنطقة الخضراء. المنطقة الخضراء هي خاصة بكل الأنشطة والصناعات والشركات المصرية اللي تعني بالبيئة والحفاظ على البيئة. المنطقة الزرقاء هي عبارة عن معرض ضخم كبير جدا جدا، محتاج يومين أو ثلاثة أو أربعة علشان تلف كل الشركات وكل الدول اللي موجودة، تقريبا معظم دول العالم مشاركة بمعارض عن أهم إجراءاتها أو الخطوات اللي اتخذتها لحماية البيئة. اتحاد الصناعات الحقيقة بيشارك في المنطقتين، بيشارك في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء. اتحاد الصناعات الحقيقة انت عارف ان اتحاد الصناعات المصري مؤسس فيه 103 ألف شركة بيعمل فيهم تقريبا حوالي 30 مليون مواطن، جزء كبير جدا من قوة العمل المصرية. فاتحاد الصناعات الحقيقة هو بيمثل الذراع الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، لأن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية. يعني احنا نتوقع ان زيارة الوفود الرسمية وغير الرسمية لهذا المعرض الضخم يعني يمثل عائد اقتصادي على مصر في إمكانية الاستثمار في الأنشطة اللي بتطرح في هذا المعرض؟ طبعا العائد هيكون بشكل مباشر أو غير مباشر كبير جدا. انت عارف ان حضرتك هم كانوا في قمة كوبنهاجن، كان فيه المفروض 100 مليار دولار يضخوا للدول النامية علشان تقدر تطور صناعتها وتحد من الإميشنز أو الانبعاثات الغازية اللي ممكن تأثر على المناخ، وبالتالي جزء من هذه الاستثمارات يجب ان هو يضخ في بعض الدول ومنها مصر. ده بشكل مباشر. الشكل غير مباشر النهاردة والأهم، المنظمات المدنية والمنظمات المعنية بالبيئة في كل دول العالم موجودة تقريبا. طيب خليني أسأل حضرتك أخيرا عن مكتب الإلزام البيئي اللي بيتبع اتحاد الصناعات المصرية، وانتم مجهزين مواد وفي فيلم هيعرض، يعني كلمني شوية عن أهمية هذا المكتب وممكن يساعدنا ازاي في تنفيذ شعار قاطرة التنمية للصناعة دوت يعني بشكل على الأرض أبسط. يعني طبعا هو المكتب الالتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات هو الحقيقة أحد أهم الأزرع اللي موجودة في اتحاد الصناعات، لأن هو الحقيقة بيجيله فند وبيجيله منح من بعض المنظمات والدول الأوروبية. المنح دي يجب أن هي تصرف على تحسين معامل استهلاك الطاقة. أيه. انك انت تحسن كفاءة المعدات والآلات، وتعمل لو هتعمل اي حاجة في اي مصنع في جمهورية مصر العربية له علاقة بالبيئة او يساهم في حماية البيئة، لان انت ممكن تاخد قرض يوصل لحد 7-8 مليون جنيه، اي شركة تقدر تاخدهم وبدون اي فوائد، بزيرو فوائد، ويرجعوا على 4 أو 5 سنين، وبعدين ناخد القرض ده نديه لشركة تانية وهكذا، نعمل عمليات تطوير وتحديث لكل المصانع المصرية، لأن زي ما حضرتك عارف أن المصانع هي أكبر مستهلك للطاقة، وبالتالي كل ما هتقلل في استهلاك الطاقة كل ما هتقلل من الانبعاثات، دي حاجة. الحاجة التانية هتقلل في استهلاك الوقود والكهرباء وغيره، وبالتالي هيبقى فيه مردود بيئي كبير جدا،
ومردود اقتصادي على هذه الشركات. طيب انا بشكرك يا دكتور كمال، بس بستأذنك يكون لينا حوار مطول نوعا عن انشطة اتحاد الصناعات في فقرة حوارية قريبة بعد ما نخلص تغطية كوب 27. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا دكتور كمال الدسوقي عضو مجلس ادارة الصناعات المصرية، وانتقل مع حضراتكم لكلمة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قمة تغير المناخ بشرم الشيخ، اللي قال فيها علينا أن نقدم أكثر من 100 مليار دولار للدول الأكثر تضرراً من التغير المناخي، وأن هذه القضية قضية ملحة يجب معالجتها اليوم قبل الغد، وقال لن نفرط في تطلعاتنا المناخية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال كمان أنه الدول الفقيرة خصوصا التي تعاني من تلك التغيرات علينا مواصلة تخفيف الأثار الناجمة عليها من التغيرات المناخية من خلال التعاون والعمل الجماعي. قبل ما نسمع بس كلمة ماكرون أقول لكم أنه رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي كان ليه كلمة قال فيها زي ما قلت لكم في البداية أنه ربما نحتاج ل 300 مليار مش 100 مليار دولار بحلول 2030 لتجاوز أثار التغيرات المناخية على الدول الأكثر تضررا. تعالوا نشوف جزء من كلمة الرئيس الفرنسي النهاردة ونرجع مع حضراتكم. في المحيطات، وهنا أود أن أكون واضحا تمام الوضوح، أن فرنسا ستكون على موعد مع هذه اللقاءات ووفية لما قلته، ولذلك نحظر أي استخدام لباطن البحار وقاع البحار، وأنا أتحمل هذه المسؤولية وأدافع عنها في المحافل الدولية. وبصورة أكبر، فقد أطلقنا هذا الصباح مجموعة رفيعة المستوى لبناء منهجية للإئتمانات التنوع البيولوجي، ونسمح بحلول 2023 أن تكون لنا منهجية مشتركة. النقطة الرابعة بالطبع هي العدالة المناخية. لقد اتخذنا التزامات، وهناك ثقة اليوم تتبلور بين الشمال والجنوب، وما قلته منذ بضعة أيام أو من بضعة أسابيع أمام الأمم المتحدة لنتفادى انقسام العالم فيما يتعلق بالحرب ينطبق أيضا على المناخ. العديد من الدول تستمع إلينا اليوم، 100 مليار منذ كوبنهاجن، ولا نرى هذه الأموال تأتي. يجب أن نذهب إلى المدى، نحن هناك 82 مليار تم التعهد بها، يجب أن نصل إلى 100 مليار وأن نقنع الدول الثرية التي لم توفي بالتزاماتها وأن تنفق هذه الآليات بصورة أسرع من خلال آليات ثنائية متعددة الأطراف، لنكون على موعد مع هذه الأموال وأن تصل إلى دول الجنوب، وإلا الثقة سوف تنهار. ولذلك 100 مليار بصورة سريعة، نحن عند 82 مليار، ولكن بوجه أسرع لنكون على الموعد الذي حددناه. ومع التكيف، إن فرنسا تستثمر 6 مليارات يورو كل عام، وهذه حصتنا العادلة في هذا الجهد وفقا لوعودنا منذ كوبنهاجن وباريس، ومن بين 6 مليارات هناك مليارين للتكيف، وكل الدول الثرية يجب أن توفي بهذه الالتزامات. وسأحاول في خلال الأسابيع القادمة مع زملائي هنا أن أقنع هؤلاء الذين لم يقوموا بذلك بسبب أوضاع سياسية، وأحيي الإرادة السياسية لعدد من القادة السياسيين المتواجدين هنا، ولا يجدون عراقيل في بلادهم ولا يستطيعون التقدم بالسرعة التي يبتغونها. وفضلاً عن ذلك، لابد من مشاريع محددة مع الدول المعنية في إطار شراكات تعلي هذه العدالة، في إطار الحائط أو السور الأخضر الكبير وما قمنا به في القرن الأفريقي. هناك مستوى مرتفع للالتزامات منذ بداية 2021، 19 مليار أورو، ومنذ العام الماضي هناك مليارين ونصف أنفقناها على الأرض في الميدان بمشاريع تسمح بتخفيف التغيرات المناخية والاستجابة للمشروعات الزراعية والحراجة الزراعية ومكافحة التصحر، وتسمح بالتالي مكافحة التعامل مع المناخ والتصحر، وتوفر الفرص الاقتصادية للدول الأكثر هشاشة بإعطاء السيادة الغذائية مكانتها بتوفير هذا الغطاء الحراجي والأخضر، وبناء شراكات
مع المنظمات غير الحكومية أيضا في الميدان والعاملين في الميدان والرواد في الميدان من أجل هذه العدالة المناخية. ولكن يجب كما قلت أن نذهب إلى أبعد من ذلك، من 100 مليار ومن المبادرة التي تمت، وسأختتم عند هذه النقطة. دكتور عمرو يوسف خبير اقتصاديات التشريعات المالية والضريبية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك استاذ ايهاب واهلا بالساده المشاهدين، اهلا بيك. دكتور عمرو، يعني ازاي الاليه، يعني نلاقي اليه تلزم او تضمن انه هذه الدول تفي بتعهداتها التي يجب ان تزيد على ال100 مليار زي ما قال رئيس الاتحاد الافريقي النهارده فرانسوا ماكرون كان بيتكلم دلوقتي عن 6 مليار ونص. جون كيري مبعوث امريكا للمناخ النهارده تعهد بأنه أمريكا أو أعلن عن تعهد أمريكا باستثمار 11 مليار دولار سنوياً في ما يخص يعني تنمية الاقتصاد الأخضر وما إلى ذلك. لكن هل من آلية نضمن بيها التزام هذه الدول وعدم يعني محاولة التحلل من هذا الالتزام اللي هو اتفاق باريس في 2015 12-12-15 واللي تم التوقيع عليه في كوبنهاجن 22/4/16؟ والله احنا يعني كنا نطمع دايما ان المؤتمر المناخي يطلع باعتراف دولي او اممي، ويمكن اللي حصل النهارده من مبعوث الدول الرسميه او الدول الكبرى بيؤكد على فكره ان في اعتراف فعلي امام المجتمع الدولي بمسؤوليه الدول الصناعيه الكبرى. أيه. عما حدث للكره الارضيه بشكل عام، يمكن حضرتك عارف ان معظم الانبعاثات بتخرج بين الدول الاكثر صناعه في العالم، وده اللي اثر سلبا على المناخ. ويمكن الاعتراف النهارده الضمني او الصريح قدام العالم كله بمسؤوليه الدول الصناعيه الكبرى ده كنا نطمع فيه في فتره من الفترات، واعتقد ان شاء الله هيترجم عقب هذا المؤتمر فعاليات ماديه فعليه على ارض الواقع لتعويض الضرر اللي لحق بالكره الارضيه نتيجة التقدم الصناعي المحموم دون دراسة الوضع البيئي أو دراسة الوضع الخضري اللي ممكن يتعرض ليه الإنسان أو الحياة البشرية على كوكب الأرض. طيب بالنسبة لمصر يا دكتور، برضو ده يهمنا في المقام الأول، يعني كان عندنا تصريحات صادمة وسلبية من البنك الدولي، رئيس البنك الدولي، وقال انه يعني مش هتسلف مصر تاني وده اخر حاجه، وتصريحات كده كان فيها شخصانه غريبه كده كانه هو اللي بيدينا، يعني ده مش من حصتنا، وانه انتوا تاني دوله مديونه بعد الارجنتين في العالم، ولازم تعملوا اجراءات حمايه اجتماعيه اكتر وبنيه تحتيه ومش حاجات زي كده. بينما كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي امبارح قالت تصريحات عكس كده خالص، قالت انه هي بتشيد بالإجراءات اللي خدتها مصر لتحسين وتطوير الإنفاق العام، فتح الاقتصاد أمام مشاركة القطاع الخاص، مصر اتخذت خطوات رائعة في الإصلاح الاقتصادي من خلال جودة البنية التحتية، الحماية الاجتماعية، القدرة على دعم الأسر في التوقيت المناسب اللي بتحتاج فيه لهذا الدعم. وقالت إن خطوة طلب الدعم والقرض من الصندوق دي خطوة ذكية للغاية، وهي بتفخر بأنها بتدعمها. وأخيرا قالت إن قيام مصر بطلب الدعم ده يعني شيء رائع، انه الدوله تحافظ على الاحتياطي بتاعها قدام الازمات اللي بتتعرض ليها كل دول العالم. بتشوف حضرتك احنا ماشيين في اي اتجاه؟ ماشيين ورا التصريحات الاولانيه ولا الثانيه ولا ايه بالظبط؟ خليني اقول لك يا استاذ ايهاب ان اي اجراءات بيقوم بيها الصندوق النقد الدولي نتيجه دراسات عميقه لوضع الاقتصاد. أي. يعني لو هنبسطها يعني بصوره اوضح شويه، لو حد محتاج قرض من بنك تجاري ولا حاجه، البنك التجاري بينزل على ارض الواقع بيشوف الوضع المادي للي عايز القرض ده هيبقى عامل ازاي في المستقبل، هل عنده القدره على سداد التزاماته في المستقبل ولا لا. واعتقد ان الموافقه المبدئيه لصندوق النقد الدولي ده دليل او شهاده جداره للاقتصاد المصري ان هو قادر على فكره السداد او الالتزام ب العوائد او الفرائض اللي هتفرض نتيجه اخذ القرض ده من الصندوق. أيه. واعتقد ان ده هيبقى مؤشر كويس جدا ومجيد جدا لجذب الاستثمار الخاص للبلد، نتيجه ان معظم المستثمرين كانوا منتظرين هل البنك الدولي هيوافق على القرض ولا لا، لان اعتقد لو كان وضع مصر الاقتصادي سيء ما كانش الصندوق صرح مبدئيا
بالقبول. طب اخيرا يا دكتور عمرو، النهارده مؤشرات البورصه كلها ارتفعت، صحيح يعني مش ارقام ضخمه قوي لكن 12 مليار جنيه وشويه، ومؤشرات بترتفع بنسب معقوله، هل بتشوف حضرتك ان ده تفاؤل بكوب 27 واقبال مستثمرين اجانب على الاستثمار في مصر، ولا سببه ايه الارتفاع ده؟ احنا خلينا نشوف يا استاذ ايهاب على فكره المؤتمر وتنظيمه وازاي مصر قدرت حقيقي، يعني يمكن الواحد بيشيد بالجهود المصريه لتنظيم مؤتمر اممي بالشكل ده، واعتقد احنا فتحنا المجال على مصراعيه لنوع جديد من انواع السياحه، سياحه المؤتمرات. بس قول لي بس على البورصه، يعني تفتكر ايه السبب في ارتفاع المؤشرات دي؟ ما طول يا فندم ما عندك استقرار، دي معادلة، طول ما عندك استقرار في داخل البلد أكيد هيبقى عندك أرباح وناس بتدخل البورصة وتشتري ويبقى في حالة رواج اقتصادي. تمام. لكن لو العكس حصل هتلاقي أن البورصة يعني العكس بتتأزم. اه بالظبط كده، يمكن حضرتك تشوف حركة الطيران المتجهة لمطارات شرم الشيخ. أي. من جميع الدول، الواحد حقيقي فيه انبهار من الصورة الجميلة اللي بترسمها مصر حالياً للحفاظ على الحياة الإنسانية على كوكب الأرض. شكرا جزيلا دكتور عمرو يوسف، خبير اقتصاديات التشريعات المالية والضريبية. نأخذ بعض الأنفاس، نلتقط أنفاسنا كده ونرجع مرة تانية نكمل أخبارنا في هذا اليوم المهم. اهلا بحضراتكم من جديد، اروح مع حضراتكم لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات في كلمة مهمة. طبعا معروف ان الامارات من اهم الاقتصادات النامية في منطقتنا. النهاردة سمو الشيخ قال انه بلاده بتعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وخلال كلمته في القمة الرئاسية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: يسرنا أن نوجه دعوة مفتوحة للجميع لإيجاد حلول عملية تسهم في معالجة الخسائر والأضرار وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام للبشرية في كل مكان، وأؤكد التزام دولة الإمارات بضمان أمن الطاقة مع خفض الانبعاثات. نشوف جزء من كلمة سمو الشيخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونرجع مع حضراتكم. فخامة الرئيس، الصديق العزيز عبد الفتاح السيسي، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي السيد رئيس المؤتمر، السيدات والسادة، بداية فخامة الرئيس نحن معك فيما صرحت به، نحن نحتاج إلى سلام، نحتاج إلى حوار، ونحتاج إلى وقف الحرب. أود بداية أن أشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة وكذلك الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ على تنظيم واستضافة الدورة 27 من مؤتمر الأطراف. نجتمع اليوم في وقت حرج لكوكبنا، فعالمنا يواجه تحديات معقدة ومن أهمها تغيير المناخ الذي أصبح يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم. وبما أننا لا نملك إلا أرضا واحدة، من الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي من خلال العمل المناخي الذي ننظر إليه بكونه فرصة للابتكار وإيجاد الحلول وتنويع الاقتصاد. الحضور الكريم، إن دولة الإمارات تعتبر مزوداً ومسؤولاً للطاقة، وسوف تستمر
في هذا الدور طالما كان العالم بحاجة إلى النفط والغاز. وبحكم الجيولوجيا فأن النفط والغاز في دولة الإمارات أيها السادة ضمن الأنواع الأقل كثافة كربونية في العالم والحمد لله، وسنواصل التركيز على خفض الانبعاثات في هذا القطاع. وهذا ليس بجديد، فقد وجه الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه بوقف عمليات حرق الغاز من عدة عقود، وأرسى ركائز استدامة في دولة الإمارات حفاظاً على البيئة والموارد الطبيعية. وسيراً على هذا النهج بدأنا منذ عقود العمل على تنويع اقتصادنا وبناء القدرات في الطاقة المتجددة والنظيفة لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. زيد قال نهيان بدأ كلمته وقال بداية نحن معك فخامة الرئيس فيما صرحت به. ده كان تعليقه على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب في أوكرانيا أمام قادة وملوك وزعماء وأمراء العالم. روح مع حضراتكم لجلالة الملك عبد الله ابن الحسين العاهل الأردني اللي قال إن الأردن بسجله الحافل بالمشاريع الناجحة في مجال الاستجابة لآثار التغير المناخي حريص على أن يكون مركز إقليمي للتنمية الخضراء. وفي كلماته خلال استكمال فعاليات الشق الرئاسي في مؤتمر كوب 27 يؤكد أن الأردن يوفر مجال واسع من الفرص للاستثمار في مبادرات تعني بالمناخ مثل البنية التحتية الخضراء والمركبات الكهربائية والزراعة وقطاعات أخرى. تعالوا نشوف جزء من كلمة جلالة الملك عبد الله ونرجع مع حضرتكم. يسرني في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم لهذه القمة الدولية المهمة. Our meetings here carry forward 30 years of progress in the fight against climate change. Consensus has grown, goals have been set. Yet the lethal dangers إلا أن مخاطر التغير المناخي القاتلة ما زالت بازدياد مطرد تدفع ثمنه جميع الدول وخاصة الدول النامية. أمام مؤتمر الأمم المتحدة تغير المناخ كوب 27 مهمة ملحة، وهي إطلاق جملة من الإجراءات للتعامل مع التغير المناخي على مستوى جديد لتكون قادرة على إحداث التغيير الملموس وتحقيق النتائج بسرعة وفعالية كبيرتين. هذا هو التزام الأردن. فالتغير المناخي ليس جديدا علينا، ونحن نواجه التهديدات المناخية ذاتها التي تواجه منطقتنا بأكملها. لقد تراجع متوسط هطول الأمطار إلى النصف خلال العقود الخمسة الماضية، بينما تراجع نصيب الفرد من المياه بنسبة 80%. وإضافة إلى ذلك تراجع منسوب مياه البحر الميت بمعدل 3 أقدام سنويا، فيما تتدفق في نهر الأردن 7% فقط من المياه بالمقارنة مع معدلها التاريخي. كما اختفت واحات بتنوعها الحيوي الغني في غضون عقود قليلة في المنطقة. في جلسة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر كان للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة مهمة اليوم في الجلسة التي عقدت على مستوى القمة. قال فيها إن العدد الكبير من الدول التي انضمت للمبادرة منذ انطلاقها لهو دليل على الجدية التي توليها دولنا في المنطقة العربية لجهود مواجهة تغير المناخ،
سواء على صعيد خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة أو على صعيد اتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع الأثار السلبية لتغير المناخ. تعالوا ناخد جزء من كلمة السيد الرئيس في هذه المبادرة القمية اللي عقدت جلستها النهاردة في شرم الشيخ، ونرجع مع آخر أخبارنا لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أود أولاً أن أرحب بكم في مصر هنا في مدينة شرم الشيخ التي تستضيف قمة تنفيذ تعهدات المناخ، كما تستضيف على مدار أسبوعين قادمين الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي نتطلع لأن تخرج بنتائج شاملة وقوية تساهم في تعزيز عمل المناخ العالمي على كافة المستويات. والحقيقة أنه عندما طرح علي سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر هنا في شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ وكإحدى فعالياتها، فلقد رأيت أنها ستعد فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة التي أتى إطلاقها منذ نحو عام من اليوم، ليعالج أحد الجوانب الضرورية في عمل المناخ في عالمنا العربي وفي منطقة الشرق الأوسط، والتي تعاني أكثر من غيرها من الآثار السلبية لتغير المناخ على جودة الأراضي الزراعية وخصوبة التربة، فضلاً عن الارتفاع المطرد في درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف. ولعل العدد الكبير من الدول التي انضمت إلى المبادرة منذ إطلاقها هو دليل على الجدية التي توليها دولنا في المنطقة العربية لجهود مواجهة تغير المناخ، سواء على صعيد خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة، أو على صعيد اتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. وهم جانبان يمثلان جوهر هذه المبادرة. ففي مصر على سبيل المثال استطعنا القيام بخطوات واسعة في إطار التحول نحو الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين، ونقوم في الوقت الراهن بتدشين مشروعات طموحة في مجال النقل النظيف. وعلى صعيد التكيف استطاعت مصر تحقيق نجاحات ملموسة في الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتضمن وثيقة مساهماتها وطنياً المحدثة وفقاً لاتفاق باريس عدداً من الأهداف الطموحة للتكيف في قطاعات الزراعة وحماية المناطق الساحلية والتنمية الحضرية المستدامة. ومثلما هو الأمر في مصر، تقوم سائر دول منطقتنا العربية ببذل جهود مشابهة في هذا الإطار. ولعل استضافة منطقتنا لمؤتمري أطراف تغير المناخ العام الراهن في مصر والعام القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هو خير دليل على الدور الذي باتت دولنا تطلع به على صعيد عمل المناخ العالمي والتزامها بتنفيذ تعهداتها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه كافة دول العالم حالياً والتطورات السياسية الدولية التصلت بالأزمة في أوكرانيا وغير ذلك من تحديات، فإن مؤتمرنا اليوم يمثل فرصة سانحة لالتفاف قادة دول العالم وقيادات القطاعات الاقتصادية وكبريات مؤسسات التمويل الدولية وغيرهم من الشركاء في هذا الجهد حول هدف مشترك لا خلاف عليه، ألا وهو حتمية التحرك العاجل والناجز والفعال للتصدي لتحدي تغير المناخ. أهلا بحضراتكم معنا من جديد. بيشرفني يكون ضيفي في هذه الفقرة الحوارية دكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية ورئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، ربنا يخليك. أهلا بحضرتك معنا. بداية عايزين ندي فكرة للسادة المشاهدين عن المنطقتين الرئيستين لمؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ، المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء، الفروق بينهم ومن يسكنهما والفعاليات الاقتصادية
والسياسية المتاحة في المنطقتين. أولا شكرا جزيلا لقناة ميسات القناة الوطنية المحترمة على إتاحة الفرصة إن احنا نتكلم في حدث مهم جدا وهو استضافة مصر ورئاسة مصر لقمة المناخ العالمية فيما يسمى بكوب 27 أو كوب 27. هذه القمة التي تعقد في مصر خلال دورتها الحالية بلا منازع تعتبر حدث تاريخي واستثنائي لمصر وللعالم في ظل هذه الظروف التي يحدثها التغيرات المناخية. مؤتمر الأطراف في مصر بينقسم إلى مكونات يعني محددة، فيوجد منطقة اسمها المنطقة الزرقاء وهي منطقة جغرافية أيضا، يعني مش مجرد مسمى فقط ولكن هي منطقة جغرافية، هي منطقة المنطقة اللي كان فيها الأحداث النهاردة كلها، اللي هي فيها القاعة قاعة المؤتمرات الرئيسية وفيها أيضا ملحق بها قاعات أخرى للموائد المستديرة وللاجتماعات رفيعة المستوى وخاصة الشق الرئاسي. العقد في إحداها مؤتمر قمة الشرق الأوسط الأخضر. العقد أيوة العقد فيها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، المبادرة السعودية عقدت اليوم، اللي هو كان كلمة السيد الرئيس من شوية حضرتكم زعتوها كانت من هذه المنطقة. هذه المنطقة مسؤول عنها مسؤولية كاملة سكرتارية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، هي المسؤولة عن المنطقة دي وهي اللي تحدد الأجندة وهي اللي تحدد مين المفروض يكون موجود في هذه المنطقة. ودي لها طبعا إجراءات معينة، إجراءات تسجيل وإجراءات موافقة من الأمم المتحدة طبعا في التنسيق مع رئيس المؤتمر وهو مصر. فهذه المنطقة هي المنطقة المسؤولة عن كل هذه الأحداث، بالإضافة طبعا لأحداث مهمة سوف يتم عقدها أيضا في المنطقة الزرقاء اللي هي اسمها الأيام الموضوعية غير الرسمية أو بيسموها الأيام الثيماتيك دايز. والأيام دي هي يوم للزراعة، يوم للمياه، يوم للعلم، يوم للمجتمعات، مجتمعات منظمات المجتمع المدني، يوم لحاجة اسمها إزالة الكربون أو الديكربونيزيشن، يوم للتمويل. فمعايا 11 يوم بداية من يوم 9 وحتى يوم 17، وفي أيام هيكون يومين مع بعض في نفس اليوم. دي المنطقة الزرقاء دي يا فندم طبعا فيها الوفود الرسمية، دي فيها الوفود الرسمية والإعلامية المسجلة أسمائهم في الأمم المتحدة ومصر معا، وفيها إقامة هؤلاء أيضا، مش كده ولا إيه؟ لا الإقامة مالهاش دعوة، الإقامة في فنادق خارج منطقة تمام الكوب، في فنادق كتير موجودة في شرم الشيخ مالهاش علاقة خالص بمنطقة الكوب. تمام. أنا بتكلم على الأحداث وعلى الفعاليات وعلى اللقاءات والفعاليات. المنطقة الخضراء أو الجرين زون. طب قبل المنطقة الخضراء، قبل المنطقة الخضراء، حضرتك بتتجول دلوقتي بالسيارة، احنا كنا شايفينك على زوم معانا بين مناطق شرم الشيخ الجميلة، صح كده؟ معلش انا بعتذر جدا على اني المفروض انا كنت عارف ان انا هطلع معاكم زوم، بس اتأخرنا جدا لان احنا بنعد ليوم الزراعة وكذا لقاء، فمعلش يعني. لا مفيش مشكلة، بالعكس أنا سعيد إن حضرتك برضو تقول لي انطباعك وإحساسك وإنت بتلف في المناطق الجميلة لشرم الشيخ الخضراء اللي هي صديقة البيئة، يعني أعتقد كل ما تراه يسر وكل ما تشتمه نظيف. مدينة شرم الشيخ الآن أصبحت مدينة مختلفة تماما وكأنها مدينة جديدة. أولا تم تصنيفها من الأمم المتحدة على أنها أول مدينة خضراء في الشرق الأوسط، أول مدينة خضراء. يعني مدينة خضراء؟ يعني مدينة صديقة للبيئة. مدينة لا ينتج عنها انبعاثات الغازات الاحتباس الحراري المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري المعروفة. أولا تم إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية في مدينة شرم الشيخ تماما، طرق ومحاور وكباري وحتى على مستوى التجميل والمساحات الخضراء. فيعتبر كأن احنا بالضبط في مدينة شرم الشيخ الجديدة، زي ما كل عاصمة محافظة بيسموها المنصورة الجديدة والمينيا الجديدة، فإحنا في شرم الشيخ الجديدة دلوقتي. طيب كلمني بقى عن المنطقة الخضراء، حضرتك كنت هتكلم عن مين اللي بيحضروا وإيه الفعاليات، ولو في فعاليات اقتصادية هنا أو هنا برضو نحب نعرفها.
المنطقة الخضراء المسؤول عنها الدولة المصرية أو الحكومة المصرية وبالتحديد وزارة البيئة. وزارة البيئة هي اللي محدود هي المسؤولة عن المنطقة الخضراء، هي منطقة خارج منطقة المفاوضات وخارج المناطق الرسمية للمؤتمر أو للكوب. هذه المنطقة تحتوي على أجنحة الدول، معظم الدول كل دولة لها جناح بتعرض فيه كل إجراءاتها وكل مشروعاتها الخاصة بالعمل المناخي. فيها أيضا خيم كبيرة، فيها الخيمة الحكومية الأولى والثانية، وهي تحتوي على كل الوزارات وكل الهيئات والمؤسسات الرسمية. كل مؤسسة ووزارة بتعرض إجراءاتها ومشروعاتها وتوجهاتها فيما يخص العمل المناخي. أنا كوزارة زراعة عندي معرض في الخيمة الحكومية، معرض لتقاوي المحاصيل الاستراتيجية، التقاوي التي تنتجها وتستنبطها مؤسسات وزارة الزراعة، وهي معظمها أصناف، معظم هذه التقاوي أصناف متكيفة مع تغير المناخ، عشان كده بتتعرض في الكوب، بالإضافة طبعا لكل الوزارات الأخرى وكل منظمات العمل المدني في مصر. يعني في عندنا الهيئة القبطية الإنجلية لها جناح موجود، عندي كل منظمات المجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لها، عندي مؤسسات التمويل وشركاء التنمية لهم أجنحة. فدي المنطقة الخضراء، ودي يعني الحضور أو التواجد فيها فقط لغير من خلال تصريح من الدولة المصرية من وزارة البيئة. أي حد بيسجل، بس في تسجيل طبعا، يستطيع أنه يدخل المنطقة الخضراء. هل يا فندم اللي بيتابعوا الفعاليات الرئيسية في المنطقة الزرقاء يحتاجوا إلى تصريح لزيارة برضو الأجنحة اللي حضرتك ذكرتها في المنطقة الخضراء؟ لا، طالما معاه بادج المنطقة الزرقاء فهو معاه بادج المؤتمر كله. طب هايل، لأن إحنا اللي محتاجين يبصوا هم علشان يجيبوا لنا استثمارات خارجية في هذه المشروعات. أنا لسه أتكلم على موضوع المشروعات، موضوع المشروعات موضوع تاني مختلف. اتفضل. السيد رئيس الجمهورية النهاردة في كلمته، سواء الكلمة الأساسية أو في الكلمة في مبادرة الشرق الأوسط، اتكلم على برنامج اسمه نوفي. ده برنامج الحكومة المصرية اللي أطلقته وزارة التعاون الدولي بالتنسيق والتعاون مع الوزارات الأخرى، وده في 9 مشروعات كبيرة وزارة التعاون الدولي فعلياً عملت يعني اتصالات وتواصل مع مؤسسات التمويل الدولية ومع شركاء التنمية ومع الدول التي يمكن أن تقدم تمويل، وفعليا في بعض المشروعات تم التوافق على تمويلها من هذه المؤسسات. ده مشروع من وجهة نظري مشروع مهم جدا، لأنه في النهاية هو بيشيل من على مصر عبء أنها تنفذ مشروعاتها من الموازنة الخاصة اللي، وطبعا احنا عارفين إن الموازنة متخمة بأعباء كثيرة، مش هنقدر نضيف ليها كمان مشروعات يعني مستجدة لها علاقة بالحد من تغير المناخ. دي وظيفة ودي مسؤولية ودي التزامات الدول التي كانت مسببة لزيارة الاحتباس الحراري، وده الشق ده اسمه شق التمويل المناخي. اللي بيتكلموا عليه أن لا بد أن يكون هناك تمويل للدول المتضررة من تأثيرات تغير المناخ، وده اللي التفاوض كله بيكون حوالين خفض الانبعاثات وحوالين التمويل. هايل، يعني ده ممكن يمثل الشق الاقتصادي الرئيسي اللي ممكن تخرج بيه مصر من هذه القمة. دكتور محمد، ده يعتبر الشق الاقتصادي والتنموي. لا الو، ايوه دلوقتي انا سمعت حضرتك. اتفضل. ده طبعا الجزء المهم في الموضوع، يعني الدولة المضيفة ورئيسة المؤتمر بيبقى لها، ويبدو ان في مشكلة في الانترنت في الشارع، اولوية في موضوع التمويل بقى وصل على تمويل من شركاء التنمية، ولكن في وجود مؤتمر الاطراف بيكون في فرصة جيدة وقوية للحصول على التمويل المناسب اللي اقدر انفذ بيه برامج التكيف وبرامج العمل المناخي للحد من تأثيرات هذه الظاهرة. طيب الدكتور محمد، يعني احنا عندنا في شرم الشيخ، وده مصدر فخر كبير لينا، يعني اكتر من 120
من قادة دول العالم وممثلين عن 197 دولة بحضور يقارب 40,000 مشارك. حاجة يعني شيء رائع. ده غير بقى عشرات المنظمات الدولية والإقليمية في المفاوضات الجارية حاليا فيما يخص مكافحة تغيرات المناخ. يعني كلمني عن المردود السياحي اللي ممكن نحصل عليه جراء وجود هذا الرقم الكبير جدا في شرم الشيخ الآن. لا، هو قبل المردود السياحي في مردود أهم من المردود السياحي، هو المردود السياسي. طبعا أولا بمجرد اختيار مصر لاستضافة ورئاسة هذا المؤتمر، بمجرد ما الوفود الرسمية ورؤساء الدول والحكومات والزعماء بدأوا يجوا في مصر، فده اسمه يعني تأكيد لثقة المجتمع الدولي بمنظماته بمجتمعاته بدوله في مصر من جميع نواحي، سواء من ناحية السياسية الاستقرار، من ناحية الأمنية، من ناحية التنظيم. فده في حد ذاته حدث سياسي. عشان كده في البداية قلت حضرتك إنه حدث سياسي استثنائي وتاريخي لمصر أن تستطيع أن تحشد كل هذه الأعداد بفئاتها المختلفة بمستوياتها المختلفة في مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام. كأن في رسالة قوية جدا مصر بتطلقها للعالم كله، وحتى بتطلقها للداخل كمان، أن مصر الحمد لله بلد آمنة مستقرة، بلد قوية، بلد لها مكانة كبيرة في نفوس كل الدول وفي وجدان المجتمع الدولي، أن هذه الدولة دولة محورية في هذه المنطقة. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور محمد، شرفتنا. وأنا بشكركم جدا، شكرا جزيلا لقناة ميسات، وبعتذر مرة تانية على أن البث كان يعني كده من العربية يعني. لا، شكرا جزيلا لحضرتك، ما فيش اعتذار ولا حاجة. دكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية ورئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة المصرية، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا، وشكرا جزيلا لوجود حضراتكم معنا. وأعتقد أن احنا هنستمر طبعا في تغطية كوب 27. أعتقد أنه حلقتنا متواصلة ممتعة، لأن احنا عايزين نعرف كأننا موجودين هناك مع 40,000 والألفين شاب وشابة المتطوعين من مصر. إن شاء الله يكون فيه مردودات اقتصادية عالية جدا، وده التوقع اللي خلى أسهم البورصة كلها ترتفع النهاردة وحجم التداول يزيد، وإن شاء الله أكتر وأكتر رخاء لمصر. ونشوفكم بكرة على كل خير.